نصائح للعناية بصحة الفم تقدمها لكم لستيرين كما توصي بها الجمعية السعودية لطب الأسنان. تنتشر أمراض الفم بشكل لا يمكنك تخيله، فهي تؤثر على الجميع. يعاني 90% من سكان العالم من التهاب اللثة المزمن. يعاني أكثر من 45% من الشعب السعودي بين 18 والتاسع وخمسين عام من نزيف اللثة. عدم الاهتمام بنظافة الفم قد يساهم في زيادة تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بداية من الالتهابات، فقدان معادن الأسنان الأساسية، وصولاً إلى أمراض اللثة وفقدان الأسنان. الحل: تجنب الأمراض عن طريق استخدام غسول الفم. نظام يومي: نظف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين. نظف أسنانك بخيط الأسنان مرة في اليوم. استخدم لستيرين مرتين في اليوم بعد غسل الأسنان.